هذه مدينة الملاهي عندهم. يعني في الأجواء هذه الجميلة يعني الألعاب هذه بتستمتع فيها، أقصد للعوائل والأطفال يعني، يمكن الكبار ما تناسب البعض يعني، أو في بعض الألعاب للكبار فقط. سعر الدخول شامل جميع الألعاب تقريبا 1000 روبية، حوالي 45 ريال، من 10 سنوات وتحت تقريبا نصف السعر أو 600، بالنسبة ل6 سنوات وتحت مجانا بدون أي مقابل. السعر ممتاز في منطقة باردة وجميلة، بتستمتع أنت والعائلة بالكامل في هذا المكان، قريب من الفندق، وأصلا منار كلها بشكل عام، منطقة صغيرة فقط يعني، المدينة وضواحيها قريبة من بعض، ولكن إذا بتطلع الجبال بعيدة شوية بحكم من المنعطفات ومرتفعات يعني، فتحس أنها بعيدة، هي بعيدة لكن كلها ملمومة على بعض، والسواق يوصلك أينما تبغى. هذا البرنامج اللي موجود هنا يعني ألعاب كثيرة جدا وتستمتع فيها، حاطين لك إياها كتابة إذا تبغى تقرأ وتترجم، أيضا ممتازة. تقريبا يقولون 3 ساعات إلى 4 ساعات إذا بتلعب جميع الألعاب تكفيك يعني، يعني أنا أتوقع نص يوم هنا يلا يكفيك إذا بتلعب وتتمشى وتقهوة من الأمور هذه. اسم المدينة دريم لاند، طبعا هذه في منار. راح نجرب اللعبة هذه اللي هي 3D، طبعا جربتها كثير لكن ناخذ بكم جولة فيها. أوه مرجيحة والله كأنها حقيقية صدق. من الفعاليات أيضا تقدر تأخذ دراجة وتمشي في الطريق الوعر هذا، طبعا من ضمن التذكرة أيضا. لو تلاحظون هنا في زي الزبلاين على شكل دراجة، وهناك في جسر، أشياء كثيرة جدا يعني، زي هذا لعبة الكريكت، وهذيك اللعبة زي التنس، هذه لعبة حديقة بسيطة، لعبة سلة. هذا مكان مخصص للأطفال الصغار يعني، زحاليق مزحاليق وموية من هالأمور يعني. طبعا الألعاب هذه تنفع أصغر من سني، بس إنه كنوع من الفضول أبغى أجرب بس. والله دي طال اليد. والله سريع. يقول لك هذا مالك الملاهي، لبس الشعبي يعني. هذا السفاري، ينقل سفاري، هذه تقريبا سفاري جوا، ما ادري شيلك بالجنة كأنك داخل في غابة كده ورعب يعني، عم شغل الكشاف عشان تبقى. حلوة كنوع من التغيير، هذه مختلفة، هذا ديناصور بسيطة جدا، حقة أطفال بس حلوة يعني، كنوع من التجربة حلوة. طبعا مسوي لك مسار تمشي معاه يعني، ما تلعب بشكل عشوائي، لا يمشيك مسار، تخلص اللعبه الاولى تروح اللعبه الثانيه اللعبه الثالثه وهكذا، والمسارات جميله زي ما تشوفوا كانك وسط الطبيعه. بنجرب الرمي، يعني مو بلاستيك بس كذا بنت. ما يجي، ايوه كذا صح، شفت كيف هناك يجي 100 100. طبعاً نرمي الحلقات هذه داخل القلب. مرة ثانية. قالها صايبة. للأسف باعت بالفشل. ممتاز. أول واحدة صابت، لكن يلا.
ما ادري عليه والله تزحلق بس هذه جد تحت. العاب كثيرة والله عرقت العاب فيها جهد يعني هي تنفع للأطفال لكن نتسلى شوي. زبلاين؟ نو بس فيديو قلت بجرب الجسر هذا الجسر قلت له لا نبغى بس جاي نبغى نصور والعادي يلا اوكي نروح نجرب ها؟ طب لو يطيح مشكلة العاب متنوعة كثير هذه العاب من عدها ودي الجسر ذا يتحرك كله طبعا هنا في ثلاث العاب تجاوزتها الحبل هذه لانها بتطول وبطيح وبطلع بتاخذ مني وقت ساعه اقل حاجه وهذه الثانيه برضو تاخذ مني وقت وهذه الثالثه نفس الاوله فكنسلتها وايضا فيها الزبلاين فوق كنسلت بحكم اني جربته امس فبس اني حاب نقول لكم المكان هذا وايش الاشياء الموجوده فيه اما الالعاب هذه خلاص انا حسيت اني جربتها كثير في دول كثيره فحاليا بس قاعد اغطي بس هذه العربه طبعا على شكل يعني مسار لها ولا يمشي الله بطيء اوه في واحد هناك فوق ندخل بيت الرعب هذا طبعا اول شيء قالوا ممنوع التصوير في الاخير وافقوا ان شاء الله وبندخل شغلين برضو الكشاف بيت الرعب يعني مناسبة للأطفال الأطفال بيخافون ما في الأصوات خربت مدري تقفلت مدري إيش الموضوع ممكن عشان في تصوير هو يشغل من هناك شكله كان كبير توقعته صغير والله هوا جاء من هنا واحد نفخ وجهه متأخر هذا جاء متأخر والله كبير المكان ما توقعته كبير كذا يعني كله لفاته صغير مربع أوه. واحد ميت على سريع تقريب المكان اللي يشوفه من برا يقول صغير لكنه دهليز حلو صراحة بس مناسب للأطفال أكثر من الكبار والصوت لو شغال موسيقى أتوقع يكون في رعب مو في الأخير في جو رعب يعني. طبعا داخلين الحين بيت المراهي برضو من أحد الفعاليات الموجودة هنا حركات خش حركات طبعا اضاءات حلوه من وين ندخل والله نخميت حسب ذا قزاز دهليز
حلو بطوف. فعلا ما تدري شو هذا المدخل. من هنا والله مقفل مقفل. وين نروح؟ هذا مقفل. والله ما ادري من وين نخرج. هذا طيب انتهت تقريبا. فيها اجزاء مكسره عشان كذا قفلوا فيها. هي المسار طويل جدا حلوة. هذا أيضا بعض الألعاب الثري دي اللي هي تجي زي كذا يلبسونك نظارة بحيث أنك تخش في وسط اللعبة يعني. هذه طبعا يفضل أنه يكون أشخاص كثيرين عشان يستمتعون ويصيحون مع بعض في نفس الوقت يعني. سر كله في النظارة هذه هي اللي تعطيك الثري دي. تقريبا خمس دقائق كلها ادرينالين عالي جدا جدا، مناسب للاطفال ومناسب للكبار ايضا. استمتعنا باللحظات الجميله جدا. الملاهي متعه 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 للعوائل وحتى للشباب، فيها اشياء جميله جدا. برضو من الالعاب يعلقونك في هذه وتنزل تحت تضرب برجلك. طبعا انا ابغى اجربها، جربتها كلها بس إن عشان الوقت نحاول نجرب شيء مختلف يعني. طبعا بنجرب هذه. طبعا هي زي كبسوله صغيره كذا من السيجار البامبو، تركب فيها نزلك تحت برضو من التجارب وتشيل شخصين. حلوة جدا. ألعاب بسيطة جميلة جدا يعني كترفيع على النفس، وشوفها برضو أيضا مناسبة للكبار والصغار. هذه اللعبة فهم قاعد يرضون العائلة بكاملة سواء فيهم كبار أو صغار. وطول الشاي تحت. جرب البالونة هذه وبناخذ فيها شوية حركات كذا. استمتع. والله تدور حسب تبغى تسأل تبغى تهدي انت راجع. مكان مليء بالحيوية والنشاط، يعني تحتاج ادرينالين عالي، تكون عندك لياقة خاصة للكبار. الأطفال أو الأعمار 15-16 وتحت بيستمتعون جدا بهذه التجربة. لذا زوروا منار واستمتعوا بها. ما شاء الله. هاي حاليا احنا في مصنع الشوكولاته. طبعا مصنع الشوكولاته جنب مدينه الملاهي اللي كنا فيها مباشره. شجره الشوكولاته موجوده هنا في كيرلا، وهنا التصنيع وهنا الانتاج بشكل عام. المصنع صغير لكن ينتج كميات كبيره. تعالوا معنا. المحل صغير جدا. هذه الملاهي وهذا اللي تحرك الشوكولاته، وهذا هو المحل، وهذا هناك مكان للقوالب، وهناك الثلاجة. هذا يقول هذا الكاكاو بالداخل. شوفوه بالداخل. إيه تمام. كلها نفس ال كلها بداخلها شوكولاتة. لكن ضف فيه شوية طعم من المرض. أيوه هذا هو اللي بيتحول إلى شوكولاتة. طبعا يقول فيها شوية مرارة. صح فعلا شوية مرارة. إيه. كوكو بتر. أيوه هذا زيت الكاكاو. هذا كلي كاكاو ميتي أصلي. أصلي. ممكن كلي ثاني أي سلفيت هذا ميتي نكليزا. هذا 1 كيلو 600. اوف هذا الكيلو تقريبا 600 روبية. الزيت هذا زيت نباتي، هذا اللي يجيك الكاكاو مواصلي، وهذا الزيت الطبيعي حق الكاكاو، فيجيك اغلى. وعشان كذا الشوكولاته هنا عندهم اغلى شوي. الشوكولاتات اللي موجوده هنا كلها هي شوكولاتات طبعا سوداء او داكنه، او عفوا اللي هو الحليبيه والبيضه.
كلها نفس الشوكولات، لكن اللي بداخلها الحشوات تختلف باللوز باللوتس اللي تبغاه، هذا كله موجود، لكن الشوكولاتة نفسها هي الشوكولاتة الأصلية. طبعا الشوكولاتة تجلس هنا 3 أيام تدور عشان تطلع بهذا النكهة. لاحظون، تعال قبل شوف، هذه بالأخير شوكولاتة تدور 3 أيام عشان تصير مركزة بهالشكل يعني. طبعا هذه أنواع كثيرة من الشوكولاتة، طبعا عندكم الشوكولاتة السوداء، الشوكولاتة الحليبية، وعندك الشوكولاتة البيضاء، وعندهم خلطات، عندهم شوكولاتة بالمانجا بالأناناس باللي تبغى، كلها موجودة بهالشكل. أنت تطعم تتذوق والشيء اللي يناسبك تتفق معهم وتاخذ. أسعارهم جدا معقولة، بنعطيكم الأسعار بعد شوي. الشوكولاتة اللي تفضل كلاش هذا الشوكولاتة حارة ما شاء الله تبارك. هذا كاكاو أفضل أسود، كاكاو أفضل. أيوة هذا كاكاو داكنة. طبعا هذه القوالب اللي يستخدمونها في الشوكولاتة، طبعا هنا شكل قلب، عنده مشكلة كثيرة، سوي الشكل اللي تبغاه وخلونا في الثلاجة وبعدين يطلعونه. طبعا هذه قبل شوية ذقناها احنا، اللي هي هذه الشوكولاتة فيها شوية حموضة وريحتها كذا غريبة صراحة. أعطانا هذه الشوكولاتة وفيها يقول داخلها لوز. حلاها ما هو الحلا الدسم اللي يجيب لك الغثيان، لا حلا خفيف جدا، واللوز اللي جواته حلو جدا. يقول لك هذه الشوكولاتة لا تأكلها، حطها في فمك بس كذا خليها تذوب. أنا ذقت شوكولاتة كثير، أول مرة أدخل مصنع شوكولاتة طبعا. الطعم ما هو مؤذي يعني، بعض الشوكولاتات تأكل 3-4 تجيك الغثيان وتجيك كأنه سكر زيادة، هذه لا، كذا طعمها خفيف جدا وتستصاغ يعني، تقدر تأكل منها حبتين 3-4 مع القهوة بتكون أحسن وأحسن. طبعا هذه الشوكولاتة الداكنة والسوداء اللي ما فيها طبعا زيوت صناعية أو زيوت من الزيوت المهدرجة، هذا زيت الطبيعي حقها. هذه ممتازة للسيروتين والعقل والمزاج بشكل عام، يعني اللي نفسيا تعبانة يأخذ من هذه الشوكولاتة بتكون معاه 100% تعدل المزاج بعد فترة طويلة بإذن الله. هذه اللي هي مميزات انك تاكل شوكولاتة، ايش تسوي؟ اللي هي زي ما قلت لكم تعدل المزاج، وهذه المعلومة عندي سابقة، يعني تزود السيروتين اللي هو الشيء المسؤول عن الدماغ، يعني اللي هو الحالة النفسية والمزاجية يعني. الشوكولاتات هذه اللي موجودة هنا سعرها 1200 روبية. طبعا هذه كلها موجود داخلها حشوات، اذا تبغى حشوات معينة هنا في حشوات، وطبعا فيه ابيض منها وفي منها داكن وفي منها اسود زي ما انتم شايفين هنا تحت. بالنسبة للي هنا هذه طبعا بالبهارات، الشوكولاتة بالبهارات بالزنجبيل بالفلفل بالاشياء هذه، يعني طبعا تعتبر علاجية، هنا يحبون الاشياء السبايسي يعني. واللي تحت هذه بالمانجا بالفراولة بالامور هذه، وهذه سعرها تقريبا 1400 روبية للكيلو. هذا طبعا فوق او تحت، الاسعار تقريبية يعني، احيانا تزيد وتنقص حسب الموسم. جينا لأغلى أنواع الشوكولاتة في هذا المصنع، طبعاً هذا 70% شوكولات أصلي وهذا 80%، واللي صورناها هناك أعطني محمد، اللي صورناها أول هذه صورناها فيها 30% شوكولات يعني، لكن هذه هي اللي عليها الكلام واللي عنده المزاج تحديد يأخذ من هذه. هذه سعرها للكيلو 2000 روبية اللي هو 70%، واللي 80% هذه 2200، وهذه تقريبا انواع مختلفه اقل من هذه ب 1600 روبيه. شكرا حبيبي، شكرا، الله يعطيك العافيه. مساك الله محمد سجيب، ما شاء الله تبارك الله. كيرم ذس نيم، كيرم كيرم. أنا هذا مصنع النسيج والأقمشة، طبعاً ماني من هواة الأمور هذه، لكني على الطريق ونحب نغطيها لربما أحد يستفيد أو يعني يستمتع بهالتغطية. طبعاً هذا كله حرير الربع، والأسعار هنا غالي. ليش؟ لأنه شغل يدوي مو شغل طباعة يعني، هذه ممكن تلقاها في السوق الشعبي 200 روبية، هنا سعرها حول 1000 روبية، لكنها جودة عالية وتخدم وفي نفس الوقت حرير ولا تأثر على البشرة وفي نفس الوقت تسحب الرطوبة يعني. اللي يستخدمونها هنا طبعا خفيفة جدا، طبعا هذه عشان درجات الحرارة يعني تمتص العرق وفي نفس الوقت ما تأذيك ولا تجرح. سعرها تقريبا 1200 روبية يعني، تقريبا هذا تسعيرتها يعني. هذا طبعا نتكلم عن أجود نوع، كله شغل يدوي هنا.
طبعا تقريبا هذه أجود الأنواع لكن تختلف النقشات، والأسعار زي ما قلنا لكم تقريبا هنا 1180 إلى 1200 تقريبا حسب النوع. يعني شوف زي هنا 1135، هذه ألوان ثانية. طبعا المكان مليان، طبعا كله زباين، هذا كله زباين. هناك قسم النساء، هذا ساري ايه ما شاء الله، وهذا قسم القمصان تبدأ أسعاره تقريبا حول 950 ألف تقريبا، 1000 روبية طبعا أنواع وأشكال. وهذا قسم النساء يسمونه الساري، هذا طبعا هذه كلها تجيك أكثر من قطعة، وهذه ألوان كثيرة موجودة ودرجات، طبعا خامات تختلف، يعني في منها ناعم وفي منها منقوش، وكله شغل المصنع هنا. هذه أشكال أنواع زي الملابس، هذه الساري كامل تقريبا هذا 5700، هذا تقريبا حول 2000 روبية، هذا 2500 روبية، هذا 3000 روبية، هذا 3500 روبية. طبعا تختلف، هذا كل شغل هنا يدوي، شغل كيرل. طبعا تختلف الأنواع، أنا ما أفهم فيها بس حبيت أن أقول لكم المعلومة. طبعا الأقمش اللي هنا يا الربع حرير، نتكلم عن جودة عالية، اللي هو هذا أنواع أجود أنواع الحرير هنا في كيرلا. هذا زي ما قلنا لكم قطعة كاملة تجيك 3 ألوان من الداخل، زي ما قلنا لكم تقريبا 5700 روبية، حول 250 ريال. طبعا هو يجي من هذا الشيء ماله؟ إيه هذا حق موز، موز موز أكل موز يعني. أيوة سمسم سوي ترتيب هذا. الله قشر حق الموز، كل شغل مال الدين، هذا شغل يدوي كله ما شاء الله تبارك. هذا برضه سمسم ايه الله العظيم، تطريز وشغل يدوي متعوب عليه. كله حرير يا رب، نعم. عشان ينتج فوطة واحدة يحتاج 48 ساعة، يومين عشان ينتج فوطة حرير بهذه المواصفات، عشان كده السعر غالي لكن الجودة عالية جداً.